بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مذكور. اليوم مع التمرين رقم 19. التمرين هذا فين درناه ولكن خدمناه بالسوبر بوزيشن. دابا نخدموه باش بالترانسفورماسيون دو ديال شوف نقول سريع سم باش ترانسفورماسيون دو سورس، صافي ديال المصدر، صافي تحويل المصدر. اذا نخدمو ترانسفورماسيون دو سورس باش نعرفو يعني نخدم ب بالسوبر بوزيشن. ترانسفورماسيون دو باز يعني غنستافدو منها نستافدو منها، يعني السوبر بوزيشن غنستافدو منو ترانسفورماسيون دو باز غنستافدو غنستافدو منو بطريقة. صافي اذا كي غنديرو نخدم شنو قالك هو؟ قالك كالكولي لو طونسيون اونت ا اي بي، حسب لي طونسيون اونت ا اي بي. طونسيون اونت ا اي بي هو الطونسيون اللي كاينة فاش اللي كاينة في المقاومة 10 كيلو اون، اللي دايس المقاومة 10 هي المقاومة، هو التوتر اللي دايس هاد المقاومة. وين غنخدمو حنايا نحسبو التوتر من يمين لليسار أي بي، يعني نحسبو ب أي بي انطلاقا من عيش من ترانسفورماسيون دو سورس. من بعد ما شفنا السوبر بوزيشن خصو يخرجو لنا نفس النتائج، غيخرجو لنا إن شاء الله نفس النتائج. أول حاجة ترانسفورماسيون دو سورس يمكن لنا جوج ديال جوج ديال المقاومات راه باينين على التوالي، غنجمعوهم. المقاومة عندها 5 أوم، 5 كيلو أوم يعني R، 5 كيلو أوم زائد 5 كيلو أوم شحال هي 10 كيلو. كما قلنا في الترانسفورماسيون دو سورس قلنا داكشي اللي خصنا نحسبوه، مثلا خصني أنا التوتر ما بين أي بي ما كنقيسوش مرة، كنعلمو ما نقيسوش مرة، ما خصنيش ندير عليه شي عملية ولا شي تحويل. صافي إذا بعدا هاد المقاومة 5 كيلو اوم، 5 كيلو اوم على التوالي عندهم مقاومة واحدة. صافي إذا هذه هي تسدات وهنا ولات المقاومة ديال القيمة ديالها شحال؟ 10 كيلو اوم. صافي 10 كيلو اوم. دابا هنا إلا لاحظتي معايا، شوف أنت دائما دائما حاول تولي عندك شنو؟ تولي عندك هاد سوكس دو كو هما اللي بقاو عندك ويكونوا على التوازي باش كتقدر تحسبهم. راه شفنا كيفاش كنحسبوهم. صافي هنا حتى هنا غادي نشوفوا نحولوا عليه هذا السورس دو كو، غتخرج لنا في البلاصه السوبر بوزيشن غدوزنا معاها يعني التحريره ديالها، وحتى هذه سهله من السوبر بوزيشن. صافي اذا غنمشيو لهذا اللي عنده 15 فولت 10 كيلو اون، ها هو غنكتبو هنا نركز مع الموجب والسالب في الجهة، هذا الموجب وهذا السالب نقطة الموجب. هذه 10 كيلو أوم هي ديك المقاومة المكافئة اللي حسبنا، هذه القيمة ديالها شحال؟ 15 فولت، نحتاجو هاد القيمة، غنحولوها لعين في السوكس دو كورون، يعني غتولي على التوازي، هذا واحد السوكس دو كورون على التوازي مع واحد الريزيستون، صافي؟ على التوازي مع واحد الريزيستون، هاد الريزيستون شحال القيمة ديالها؟ هي نفس الريزيستون اللي كاين هنا، القيمة ديالها 10 كيلو أوم. وبالنسبة لهنا هاد المولد شحال عنده القيمة؟ بالنسبة بعدا للاتجاه، ها السالب ها الموجب، والسهم مين كيمشي؟ من السالب للموجب، يعني السهم طالع إلى الأعلى، صافي السهم طالع إلى الأعلى. وبالنسبة إلى بغيت إي، حيت هنا كاينة واحد إي خصني ضروري نحسبو، إي شنو كتساوي لنا؟ عندنا العلاقة هي بي كتساوي لنا إر إي قانون أوم. إذا إي شنو هي؟ هي في على إي، هي في إي هي في على إر، هي في على إر، في شنو هي؟ 15 فولت، و إر شنو هي؟ إر هي 10 كيلو أوم، يعني هي 10 في 10 أس 3 اللي هي 10 أس 4، يعني إي راه هي 15 10 أس ناقص 4 أمبير. هذه بالنسبة لإيش؟ بالنسبة ل صافي إي هي 15 في 10 أس ناقص 4 أمبير. إذا غنمشي تما عادي نحول، يعني غنكتب هنا إي عارفين القيمة ديالها وإر عارفين، يعني بلاصة ما نكتب هذا الترتيب هذا مكافئ لينو، إذا يمكن نعوض به، غنمشي نعوضو، غنمسح هذا ولكن نتا ترسم رسم رسم يعني جديد. دلوقتي تخدم في الورقة ضروري رسم جديد، يعني السي يعكزك بالورقة عاوتاني، يعني ضروري هنا هاديك الريزيستون، وهنا عندي داك المولد ديالي،
نديروش على الرسم، كنحاولوا نقادو شويه الرسم على الإزارة. إذا هنا شوف معايا السهم طالع لفوق، أوكي، السهم طالع لفوق، المقاومة هي 10 كيلو أوم، القيمة ديال 10 كيلو أوم، حتى المقاومة اللي هنا القيمة ديال 10 كيلو أوم. وبالنسبة للإي هنا شحال كتساوي لنا إي هنا؟ هي إلا بغينا نقولو هي 15 في 10 أس ناقص 4 أمبير، 15 في 10 أس ناقص 4 أمبير، هذه هي إي كاينة بين مربطي هاد المولد ديال التوتر. دابا لاحظ غير الملاحظات خرج لي هادشي هذا شنو عندي هذا واحد السوكس دو كورون صافي واحد المصدر ديال التيار وهذا مصدر ديال التيار. شوف الملحه، ركز مع الملحه، هذا الملحه ديالو طالع للفوق وهذا الملحه ديالو طالع للفوق. الا بغينا المكافئ ليهم شحال يكون هو القيمه ديال هذا زائد القيمه ديال هذا، بما انهم عندهم نفس الاتجاه جوج طالعين للفوق، ندير واحد مكافئ ليهم حتى هو غيكون طالع للفوق، وشحال هي القيمه ديالو؟ غتكون 1 ملي امبير زائد 15 في 10 اس ناقص 4 امبير، غنحولوا كلشي للامبير، يعني 1 ملي امبير هي 1 في 10 اس ناقص 3 زائد اش 15، بما ان عندهم يعني طالعين بجوج الفوق غنجمعوهم، زائد 15 10 اس ناقص 4 امبير، هادشي غيخرج لي بالامبير، وهادي غتكون هي اي توتال. شوفوا هاد اي توتال شحال كتساوي لنا، اي توتال 10 اس ناقص 3 زائد 15 مضروبة في 10 اس ناقص 4 هي 2.5 في 10 اس ناقص 3 جوج فاصلة خمسة في عشرة أس ناقص ثلاثة أمبير، صافي هي 2.5 في 10 أس ناقص ثلاثة أمبير. إذا بلاص ما نكتب هادو بجوج غنكتب غير وحدة، والإتجاه غيبقى طالع الفوق، غنمسح هادي ونكتب هنا هادي، ولكن القيمة ديالها غتبدل، يعني غتجي وحدة أخرى، القيمة ديالها شحال هي 2.5 في 10 أس ناقص ثلاثة أمبير. مزيان، هنا إذا لاحظتي هنا شنو؟ هنا عندي قيمة المقاومة، وما عنديش شنو؟ ما عنديش قيمة هاد في أب، التوتر ما بين المربطي أب، ولكن نقدر نجبد شنو؟ نقدر نجبد شدة التيار، نسميها مثلا إي واحد، شدة التيار ما بين أو بي ولا نسميها إي أ بي، يمكن لي نجبدها باش بلا ديفيزيون دو كورون، بلا ديفيزيون دو كورون نقدر نجبد شدة التيار في أب بواحد السهولة. طيب اذا نمشيو نجبدو حنا هاد الشده التيار في ا بي بلا ديفيزيون دو كور، الا جبدنا شده التيار في ا بي شنو كيقول لينا قانون اون؟ قانون اون شنو كيقول؟ بلي في ا بي شنو كيساوي لنا؟ هو اي ا بي مضروب في ار اللي هي 10 كيلو اون اللي هي 10 في 10 اس 3، هذه هي في ا بي، يعني لقيت اي ا بي صافي لقيت في ا بي. شنو هي اي اف بي؟ انطلاقا من لا ديفيزيون دو كور، لا ديفيزيون دو كور، شنو هي اي اف بي؟ ما عنديش المقاومة اللي ديالها، لا غنحيد المقاومة ديالها، غنمشي للمقاومة اللي يعني اللي موازية لنا، شنو هي؟ هي 10 كيلو أوم، هي 10 في 10 أس 3 بالأوم، مقسومة على ياش؟ على المجموع ديال المقاومات اللي متوازنة، يعني خصهم يكونوا جوج، يعني هذه زائد هذه 10 كيلو أوم زائد 10 كيلو أوم هي 10 زائد 10 مضروبة في 10 أس ناقص 3، يعني عملنا ديال 10 مضروبة في 10 أس 3 حيت كيلو أوم، مضروبة في إيش؟ في إي توتال اللي كتعطينا هذا اللي هي 2.5 في 10 أس ناقص 3، بالنسبة لهنا 10 أس 3 مع 10 أس 3 مشات، ولتحت تبقى لي هنا 20، يعني إي أوبن نحسبو النتيجة ديالها بآلة الحاسبة، هي 10 في 2.5، 10 في 2.5 في 10 أس ناقص 3، 10 في 2.5 في 10 أس ناقص 3، والكل على 20، 10 في 10 أس، 10 درت هنا زائد لا، الضرب. ضروبة يعني 10 في 2.5 في 10 أس ناقص 3 على 20، شحال خرجت لنا؟ هي 1.25 في 10 أس ناقص 3،
ديالنا بغينا في ار بي شحال هي واحد فاصلة 25 في 10 اس ناقص 3 يعني هي اي ار بي نحسبوها واحد فاصلة 25 في 10 اس ناقص 3 كاش 10 في 10 اس ناقص 3 هنا راه اس 3 واحد فاصلة 25 في 10 اس ناقص 3 هنا اللي اس 3 حيت 10 في 10 اس 3 هنا 10 اس ناقص 3 مع 10 اس 3 مشات هي واحد وبالنسبة ل 1.25 في 10 شحال هي في ار بي هي 12.5 فولت اذا يمكن لك ترجع يعني شوف هي رقم التمرين شحال غتلقاني كاتب رقم التمرين في العنوان ترجع من خدمناها بالسوبر بوزيشن خاصها تكون خرجت لنا هي 12.5 فولت صافي اذا هذه الطريقه الثانيه باش نخدموا هذا التمرين هذا نشوفكم في حصه مقبله مع تمرين اخر في السيركوي الكتريك.